بالنسبة لموضوع الحرقة، نقول لك أنا شهدت الحرقة أعداد متنامية خلال شهري جويلية وأوت، جويلية وأوت، وشهدنا خلال شهر أكتوبر لمدة أسبوعين، يعني نظرا لتلاؤم الوضع ربما المناخ ووضعية البحر مع باعتبار الوضعية المناخية كانت ملائمة للناس هذه باش تنظم، لكن المهم هو كونه تم تعطيل العديد من العمليات نتاع الاجتياز الحدود بطريقة غير قانونية، وتم إيقاف أيضا منظمين، وهذا المهم، لأنه مش طفل اللي غروا به باش يحرق كما قلت، لكن أيضا المنظمين واللي تم إيقافهم، وفما تفاعل أيضا مع النيابة العمومية في هذا الموضوع اللي أذنت بإيقاف العديد من المنظمين نظرا لمخالفتهم للقوانين الجارية بالعمل. الظاهرة موجودة على جميع السواحل التونسية، نقصت علينا في صفاقس خلال الفترة الأخيرة، لكن قاعدين نتصدوا لها بتضافر جهود الناس الكل، يعني على مستوى لا فقط الأمني، وإنما كل الفاعلين على السواحل متاعنا متفاعلة أمنيا مع السلطات المختصة، وخاصة الحرس البحري والجيش الوطني.